السلام عليكم ورحمة الله. سعيد بتجديد اللقاء معكم، وسعيد كذلك بأن أقاسمكم موضوعا جديدا تحت اسم دائرة حوادث السير، الوقائع ديالها والمستجدات ديالها. إذا قلت ظاهرة حوادث السير وقائعها ومستجداتها، وللخوض في هذا الحد في هذا الموضوع، أعتقد أن أسباب حوادث السير ليست محصورة في العوامل التي سنذكرها، أو هناك أسباب دفينة للدائرة تتمثل في تلك الرغبات، أو أسباب نفسية للدائرة تتمثل في تلك الرغبات الدفينة في التمرد على القوانين والأنظمة، حيث أن كل فرد يكاد يعتقد أن القانون هو قيد يصلح لغيره فقط، متناسيا أن احترام القانون وخاصة قانون السير هو احترام الحياة بشكل عام أو ككل. ويجب الإشارة إلى أن المشكلة المرورية أصبحت تحتل مكانة بارزة في مجموع أنحاء العالم، نظرا لتفاقم نتائجها وتزايد أضرارها وآثارها البعيدة على الوضع الصحي وكذلك الاجتماعي والاقتصادي، مما لا شك فيه على الفرد وعلى المجتمع. ومن ثم ظهرت الحاجة إلى علم المرور، حيث أصبح هذا العلم مقننا يدرس في الجامعات والمعاهد العليا عالميا. كذلك في حين يفتقر عالمنا العربي بما فيه المغرب إلى مثل هذه المعاهد، باستثناء السعودية التي يوجد بها المعهد العالي للمرور بمدينة الرياض، والذي تستفيد منه دول الخليج دون غيرها من الدول العربية. وعلى هذا المنوال سنتطرق إلى الجانب المتعلق بالظاهرة الحوادث السير والوقائع ديالها ووقائعها، ثم سنتطرق إلى شطر ثاني أو محور ثاني هو الوقاية من حوادث السير. ولهذا سنقول أن بالنسبة للظاهرة فهي كتعرف بشكل عام واحد المجموعة ديال، كما قلت في التمهيد، أنها تشكل حرب الطرق معضلة خطيرة في المغرب، وشبحا يهدد أرواح الآلاف من المواطنين في كل لحظة وحين، مما يجعل الطرق الوطنية حسب قول المختصين تعد من بين الطرق الأكثر قتلا في العالم، حيث يحتل المغرب المرتبة الأولى عربيا والسادسة عالميا
من حيث الخسائر، هذه من حيث الخسائر الناتجة عن حوادث السير. أما من حيث المسببات لحوادث السير فيمكن إجمالها على الشكل التالي: عدم الانتباه أثناء السياقة، السياقة في حالة السكر، عدم التحكم في القيادة، كذلك عدم احترام إشارة المرور والتقيد بها أو التقيد بالإشارات الضوئية وحق الأسبقية، كذلك عدم الانتباه الراجلين، الإفراط في السرعة، ثم النقص التقني الذي يعزز سلامة السيارات، كذلك عدم وجود علامات المرور الكافية، كذلك الحالة السيئة للشبكة الطرقية. ومما لا شك فيه زيادة حمولة الشاحنات وزيادة عدد الركاب، ثم الاستخفاف بقانون السير، وكذلك وأخيرا يمكن إدراج التصميم الهندسي. وبهذا نكون قد أتممنا سرد المحور المتعلق بظاهرة حوادث السير وواقعها فيما يخص الخسائر والمسببات، وننتقل إلى المحور الثاني وفيما يتعلق بالوقاية من حوادث السير. وهنا سنعتمد على إدراج اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، والتي تعتبر هي مؤسسة عمومية تابعة لوزارة النقل والتعزيز، والتي تتولى مهمة نشر الوعي والثقافة بالسلامة الطرقية وإنجاز مخططات التدخل والإخبار والتربية على السلامة الطرقية والتعريف بالسياسة المتبعة بشأن ذلك. كذلك هي تعمل على إطلاع الرأي العام على تفاصيل سياسة ضمان السلام في الطريق العام والتدابير المتبعة لتخفيض حالات وقوع حوادث السير، موضحة أن هذا كله من أجل نجاح تطبيقها وترجمة الجهود المبذولة من أجل تغيير سلوك الأشخاص في الطريق، وكذلك لتعميم القوانين والنظم المتعلقة بالسلامة والحرص على الاستثمار في توعية الأجيال المقبلة بأهمية تغيير السلوك في الطريق، وكذلك في التحسيس بأهمية السلامة الطرقية. كذلك يمكن إدراج ما هي بالأعمال التي تقوم بها اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير والسبل المتبعة للوقاية من حوادث السير، وكذلك التنسيق والتدبير للسلامة الطرقية. هذا يعطينا بلا شك أن هناك مراقبة وزجر، ويتمثل في إعداد مخطط للمراقبة بتعاون مع مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني، وذلك بهدف إعادة وظيفة المراقبة مثلا في قلب سياسة محاربة الإخلال بالسلامة الطرقية. وقد تمت المصادقة على هذا المخطط من طرف اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية الذي يترأسه السيد وزير التجهيز والنقل بتاريخ 5 أبريل 2004، كما تم تزويد عناصر المراقبة
لا الأمن الوطني ولا الدرك الملكي ولا مراقبي الطرق، التي عززت توظيف 58 مراقب طرقي بالتجهيزات، لا من رادارات محمولة ولا ثابتة ولا وحدات رادار، وكذلك معالجة المعطيات إلى غير ذلك. وتجدر الإشارة إلى أن مشروع مدونة السير الجديدة تدخل ضمن اقتراحات وزارة النقل والتجهيز لضمان تحقيق السلامة الطرقية في إطار الحصول على نتائج إيجابية للحد من ظاهرة حوادث السير. وتتكون هذه المدونة من 308 مادة تحدد شروط السير على الطريق وعقوبات مخالفتها وتعليم السياقة والسلامة الطرقية والمراقبة التقنية، وكذلك قواعد المحافظة على الطريق. وفي هذا الصدد يركز القانون على السائقين معتبرهم أول مساهم في وقوع حوادث السير، ويتضمن تشديد شروط الحصول على رخصة القيادة بفرض الخضوع للفحص الطبي كل 10 سنوات حتى سن 65 سنة، كما يرفع فترة الاختبار من سنة إلى سنتين، يهدف ردع طيش السائقين الجدد ويقضي بتشديد العقوبة عليهم في فترة التدريب مع إمكانية سحب الرخصة في حالة مخالفة، كما يمكن وكذلك العمل بنظام النقط، حيث سيمنح 12 نقطة للرخصة الجديدة و24 بعد الاختبار، وتخفض النقط عند كل مخالفة إلى أن ينفذ الرصيد فتعلن الرخصة ابتداء من تاريخ فقدان آخر نقطة، مع إمكانية استرجاع النقط بعد مرور 5 سنوات. وسيتم إعطاء توضيح أكثر لأحكام الزجرية التي جاءت بها مدونة السير الجديدة، وذلك في إطار الفرع الثالث من المدونة. وبهذا نكون قد أحطنا بالموضوع من كل جوانبه، بحيث استطعنا أن نقسمه إلى محورين أساسيين: دائرة حوادث السير وواقعها ومستجداتها، إلى محور ثاني وهو الوقاية من حوادث السير. ويبقى في النهاية إلى أن القول بأن حياة الآلاف من المغاربة مرهونة بنجاح الخطة الطارئة التي يأتي بها الترسانة القانونية الأخيرة من بعد من ما جاب الخطة الطارئة لفترة 2008-2010، لأن مشهد الموت في طرقت وأصبح مألوفا لدرجة مخيفة، ومن المؤسف قول ذلك، لكنها الحقيقة المرة التي لا تخلف كل يوم مآسي من مجتمعنا. كذلك لا يجب أن نلغي دورنا في الحد من هذه الظاهرة، فحوادث السير هي مسؤولية مشتركة وتمس الجميع، وعلينا جميعا أن نتعاون وأن نكتفي أو نكتف
جهودنا من أجل التصدي لهذه المشكلة الخطيرة والمعضلة الاجتماعية العويصة، وذلك باحترام القانون واجتناب كل ما قد يؤدي بنا إلى التعرض لحادث. وإلى هنا أستودعكم، وأتمنى لكم أمسية سعيدة وليلة سعيدة وبقية يوم رائع، وإلى اللقاء إلى موضوع أو مستجد جديد، وشكرا.